تم اليوم زيارة قناة لوداس لمعرض البيع الأدوات المدرسية وكل المستلزمات الدراسية، وكانت تعليمة الوزارة الوصية وبإشراف السيد والي ولاية مسيلة عبد القادر الجبلاوي تحت إشراف السلطات المعنية بدار أبو سعادة مدير التجارة والترقية الصادرات ولاية مسيلة ومفتشي التجارة والصادرات بأبو سعادة على افتتاح معرض خامس البيع أدوات المدرسية وكل المستلزمات الدراسية، وهذا بمتحف الشهيد العقيد حواس والعقيد النيروش بوسط مدينة بوسعادة. هو توفر الأدوات المدرسية في مختلف أنواعها، وفرة كبيرة جدا، كذلك وفرة الكتب المدرسية بكل أطوارها بما يخص الأسعار، أسعار تنافسية وفي متناول الأسر المسعودية، كذلك فيما يخص النوعية أن الأدوات المعروضة في هذا المعرض سواء أدوات مدرسية أو محافظ أو أخرى فهي ذات نوعية جيدة. نشكر السيد رئيس الدائرة بوسعادة، السيد رئيس مجلس الشعب البلدي لبلدية بوسعادة، السلطات المحلية لبلدية بوسعادة على الاختيار الموفق والجيد لهذا المعرض الذي راح يصير كل الشروط لتسهيل المواطنين الوصول إليه. كذلك الشيء اللي حبيت أؤكد عليه أن وزارة التجارة قامت بخطوة استباقية في بالنسبة لهذه المعارض قبل دخول المدرسي من أجل كسر شوكة المضاربة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نرحب بكم في معرض الأدوات والمستلزمات الدراسية لسنة 2023-2024. كان اليوم عملية بيع كتاب جد سلسة، حيث قمنا بافتتاح هذا المعرض في 30 بوت، يعني رانا نرحب جميع المواطنين. الكتب راه متوفرة بالطور الابتدائي والطور المتوسط، حيث أن الكتب كانت تعاني من ندرة في السنوات الأخيرة، والحمد لله اليوم راهي متوفرة. المستلزمات والأدوات المدرسية راه متوفرة من حيث الجودة من حيث السعر. كاين ناس حبت الجودة فالجودة متوفرة، وكاين ناس حبت السعر فالسعر متوفر. كراريس يعني تقريبا بأسعار الجملة، المعاملة جيدة، الطرح متوفر، يعني أهلا وسهلا بكم. فيما يخص الكتاب راه متوفر، يعني نقولوا الناس بسعادة راه متوفر، ما تحيروش الواحد حتى تخلص راه ننزلوا نجيبوا. مكان متحف العقيدين، عقيد الحواس وعقيد الحمير وصحبة الله عليهما، أمام حي الحريق حي القيسى، أمام مفترق الطرق أم يعرفوها، أهلا وسهلا بكم.